السلام عليكم أحبائي في كل مكان، وأسعد الله أيامكم وصبحكم الله بصباح الديار والخير والسلامة والعافية. وصلنا إلى فقرة صحة وجمال. صحة وجمال دائما نحكي لكم بها عن الأمراض وعن الجمال وعن العناية بالبشرة. اليوم راح نختار موضوع شائع بين الناس ومحير الناس ومدوخه، وحقيقة هو صار مرض العصر، اللي هو التهاب المفاصل والروماتيزم. التهاب المفاصل والروماتيزم شلون نقدر نعالجه ببيوتنا بطريقة صحيحة ما تأثر علينا وتلائم كل الأعمار وتلائم كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن احنا نعرف دائما اللي عندهم روماتيز أو روماتيد أو عندهم التهاب مفاصل هم كبار السن، أو مرات اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم الضغط المرتفع، اللي عندهم السكري، اللي عندهم مرات مشاكل بالغدة الدرقية، أو مرات هو الإنسان تصادف عنده التهاب عالي، يصادف عنده الروماتيز. الروماتيز هو ارتفاع نسبة الالتهاب في المفاصل. طيب شلون نقدر نعالج هذا الالتهاب؟ احنا اذا نريد نحكي عن اسبابه وطريقة حصوله فيحتاج لنا حقيقة الى حلقة ام الساعة او الساعتين يلا نقدر نحدد اسبابه. احنا اليوم في صدد علاج مرض التهاب المفاصل والروماتيز. شلون نعالج الروماتيز؟ طبعا اليوم جبت لكم فد وصفة عشبية، هي تعتبر من المكملات الغذائية اللي هي طبعا ليكن غذاؤك دواءك. طبعا احنا راح نحكي هم شنو الاشياء اللي ياكلها ابو مريض المفاصل والروماتيز، شنو الاشياء ممكن عنده هشاشة عظام. اي نعم ممكن عنده هشاشة عظام، ممكن عنده هبوط بالوايت بي سي يعني المناعة، ممكن عنده بخلايا البيضاء الموجودة بالدم هبوط. فذني كلهن طبعا راح نحكيهن ونخليهن بنظر الاعتبار وشلون نعالج، وهل هذه الخلطة اللي حسا محضرين قدامكم المواد مفيدة لها ام لا. اليوم وصفتنا هي لالتهاب المفاصل روماتيز. خلونا نشوف احبائي المشاهدين شنو هي المواد اللي جبناها لكم هنا وبالمقادير راح نعطيكم اياها وتقدرون تاخذوها من اي عطار. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخذ هذه الكاسه اللي دائما هي طبعا ويانا، هذه الكاسه نخبط بيها. طبعا المقادير هي كالاتي: ورق صفصاف 50 جرام، ورق صفصاف 50 جرام، وعندنا الحلبة مطحونة 50 جرام، ورق صفصاف قلنا 50 جرام وحلبة مطحونة 50 جرام. بعد ايش عندنا؟ عندنا بذور الرشاد، بذور الرشاد 50 جرام، بذور الرشاد 50 جرام. بعد ايش عندنا؟ عندنا اكليل الجبل 75 جرام. اكليل الجبل ايش قد؟ 75 جرام، اللي هو يسمى الروزماري. ذني الأشياء الأربعة تكون مطحونة. أعيد من جديد: ورق صفصاف مطحون 50 جرام، حتى خاف ما لحق واحد، ورق صفصاف مطحون 50 جرام، حلبة مطحونة 50 جرام، بذور الرشاد مطحونة 50 جرام، وإكليل الجبل أو الروزماري 50 جرام. ذني شلون راح نستخدمهن؟ قلنا هذه الكاسة هنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله المشافي، خلي هنا هذه، هنا هذه واحد اللي هي ورق الصفصاف، ونجيب بعد بذور الحلبة المطحونة، لازم تنطحن طحن ناعم، نخليها فوقها، وناخذ بذور الرشاد اللي هي 50 جرام وأيضا تكون مطحونة طحن ناعم، ويفضل أن تنخل، يعني لو منخل احنا نسميه قاطوعي، هذا الناعم كلش تنخل حتى القشور لا تسوي عسر هضم. بعد اكليل الجبل اللي هو هذا حقيقه فائدته عجيبه غريبه، يقضي على كل الانفكشنات، شكو التهاب بجسم الانسان راح يقضي عليه. مفرح للجسم، مثل ما ذكرنا بالحلقه اللي قبلها قلنا الارق نعالجه بالهندباء، لا هذا ايضا يعالج الارق ويعطي حيويه وايضا يعطي نشاط، بالاضافه نقدر نستخدمه للانسان اللي عنده صداع. نخليه اليوم هذا هنا اكليل الجبل. خلصنا من اكليل الجبل، هسه اليوم راح نخلطها. هذه المقادير لازم نلتزم بها، يعني هذه المقادير من خليناها مو بكيفنا، جبنا المقادير
وخليناها. هذه المقادير ضمن دراسات طبية من مصادر طبية للأعشاب. حتى هسه بعد ما نخلص الخلط راح نشوفكم مقدار الجرعة، يعني الإنسان ايش قد ياخذ من عدها إذا كان صغير يعني بعمر صغير، أو إذا كان كبير، أو إذا كان شاب. يعني هذه الأمراض طبعا هي منتشرة، وإحنا جاي يجونا هواي يتعالجون يمنا، ونشوف يعني حقيقة هذا المرض منتشر. يعني هذه إحنا جاي نعطي أسرار ما حد يطيها، يعني هذه الخلطة، هذه خلطة ما حد يطيها. ليش ما حد يطيها؟ لأن هذه يبيعوها عليكم بمبالغ كبيرة، ويقول لك أنا سر مهنتي. إحنا اليوم ماكو سر مهنة، زكاة العلم تعليمه وشنو ونشره. فإحنا اليوم من خلال فقرة صحة وجمال، ومن خلال شاشة الديار اللي دائما توافيكم بأحسن الأشياء، اليوم راح نعطيكم أسرار ما موجودة عند غير مكان، وما راح تلقوها لا بيوتيوب ولا راح تلقوها فيسبوك. وأيضا هذه مو عن تجربة شخص واحد، هذه إحنا نعطيها ضمن قاموس لدراسة الأعشاب. هسه اليوم خلصنا هذه الكمية أو هذا المقدار اللي هي هذه الخلطة، شلون نستخدمها؟ نستخدمها ملعقة كوب، ملعقة كوب مسح، يعني أنا متروسة ترس امتلتلة، لا ملعقة كوب نخليها بقلاص فارغ. القلاص الفارغ ندير فوقه مي فاير يعني مغلي، نتركها 10 دقائق. بس لازم نراعي أن يكون فتحة القلاص أو فتحة الكوب مغلقة، نخلي عليها فشين غلقة حتى الغازات الموجودة بهذه أو زيوت الطيارة الموجودة بهذه الأمور هي راح نستفاد من عندها. زين شلون نستخدمها؟ قلنا بعد 10 دقائق نصفيها، لازم تصفى. بعد ما نصفيها راح نشربها. شو وقت نشربها؟ نشربها بعد الافطار، عفوا على الريق يوميا، وبعد بعد الغداء وبعد العشاء. بس الصبح على الريق، والظهر ورا الغداء، وبالليل ورا العشاء. بش قد؟ بساعة الى نص ساعة حتى تاخذ راحتها بالمعدة. طيب للصغار اللي عمرهم من 6 سنوات ممكن تجينا حالات طفل 6 سنوات، نطي ملعقة صغيرة مسح على كوب، الجرعة ثابتة، كوب مي، المي هذا يكون قلنا حار، نغطيه نخليه 10 دقائق نصفيه ونشربه إليه. إيش بيقول؟ لكن الطفل نطيه وحدة الصبح عريق ووحدة بالليل. هذا العلاج ما يلائم أصحاب الحصوة اللي بالمرارة. ليش؟ لأن بيها بذور الرشاد. أما إذا واحد عنده حصوة بالمرارة فيقدر يشيل بس بذور الرشاد ويستخدمها. شي يخلي مكانها؟ يخلي ورق الكالبتوز اللي احنا عندنا نسميه ورق القلنطوز. هذا ايش قد نخليه؟ نخلي ناخذ الورق نيبسهم بالظل 25 جرام نضيف بدل الرشاد. ليش؟ قلنا للأمراض اللي عندهم حصوة بالكلى وعندهم حصوة بالمرارة، خصوصا حصوة المرارة. أحباء المشاهدين، هذه الوصفة مجربة ومضمونة بإذن الله تعالى، هو الله سبحانه وتعالى هو المشافي، واجعل سر في هذه الأشياء. وطبعا هي هذه الأمور هي غذاء. احنا الجسم ليش احنا جاي نركز على الأعشاب؟ واحد يقول انتم متروجون للأعشاب، لا احنا ما نروج للأعشاب. احنا اليوم كلنا ماكلين البانية اليابسة، كلنا ماكلين الفاصولية اليابسة، كلنا ماكلين الباقلة اليابسة. زين الباقلة والبانية واللوبيا هن كلها نباتات، تيبس لو لا؟ نعم، من أكلهن جسمك وطبت للمعدة وصار أكو تمثيل غذائي، ذني جسمك تعامل وياهن كدواء وكغذاء؟ لا، تعامل وياهن كغذاء. احنا اليوم هذا هم أعشاب، حالها حال البانية اليابسة، حالها حال البيثنجان اليابس والبقوليات اليابسة، جففت بطريقة صحيحة مثل ما جففت البانية والفاصولية، وجانا نعطيكم إياها بالجرعة، بالجرعة الصحيحة. أكرر، بالجرعة الصحيحة، فجسمك راح يتعامل وياها كغذاء، ما يتعامل وياها كدواء. هذا الفرق بين الدواء الكيميائي والدواء العشبي. أحبائي المشاهدين، طبعا الحديث طويل وأنا دائما أسترسل، والأخ المخرج يقول لي حاول تختصر. نقول لكم أهلا وسهلا بكم دائما ويانا في فقرة الصحة وجمال، وتقبلوا تحياتي أخوكم خبير التغذية والطب التكميلي والتجميل زهير الجعفري. خلونا نروح للأخوة الزملاء في الاستوديو ونشوف شو محضريننا من فقرة من برنامج صباح الديار.